أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولا صدق الله.